بسم الله الرحمن الرحيم، هسا رح ناخذ عنا تدريب 6/14 صفحة 69 تطبيق على المبرهنة اللي أخذناها. بحكي لك عنه هون: إذا كان ميم نون لام ميم نون كاف لام متوازي أضلاع يتقاطع قطراهما في نقطة اسمها عين، عندنا النقطة عين اللي هي 2 سالب 3، وكانت ميم عندنا 5 2 ونون 0 3. أول إشي حكي لي جد طول كل من قطراه، يعني بمعنى ثاني المطلوب مني إيجاد ميم كاف وإيجاد نون نون لام. طيب خلينا نجد. هسا عندنا نجد طول ميم كاف، هذا المطلوب مني إيجاده. طب كيف بدي أجده؟ تعالوا بالله أشوف. هسا بعض الطالبات بيحكوا لي بس ما في معي اللي هي كاف، الإحداثي كاف، افترضه من عندي. لا، ما بصير تفترضه من عندك. طب شو أعمل؟ طلع عندي هون. لا، ما بصير طبعا تفترضه من عندك اللي هو الإحداثي لكاف. طب شو أعمل؟ هسا أنا عندي من هون، رح أجي أحكي عندي هون بدامها عين منتصف الوتر اللي هو عندنا واو كاف، وعين منتصف الوتر نون لام، وهذا أثبتناه في المبرهن القبل. المبرهن القبل إيش بتحكي لي؟ إنه قطرا متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر. طب تعالي نشوف. هسا من هون معناته النقطة عين بتنصف عندك اللي هو ميم كاف، معناته هاي القطعة اللي هون بتساوي هاي القطعة اللي هون. تعالي نشوف. هسا أنا بقدر أجد نجد طول ميم عين، تعال نجدها عن طريق شو عنا؟ قانون طول القطعة المستقيمة. يعني إحنا عنا هذا القانون أبداً ما استغنينا عنه ولا من درس من الدروس اللي أخذناها، كل درس تقريباً إلا نستخدمه. يلا رح أحكي 2 ناقص 5 الكل تربيع زائد -3 ناقص 2 الكل تربيع تساوي تحت الجذر -3 تربيع. بطرحوا الإشارة طبعا حسب العدد الأكبر، هون العددين حاملين نفس الإشارة، بجمعوا الإشارة نفسها. رح يطلع معي عندي هون 9 زائد 25 بيساوي تحت الجذر 34. طيب أنا في هاي الحالة حصلت على مين؟ على طول ميم عين. طب أنا مش المطلوب مني طول ميم عين، أنا المطلوب مني ميم كاف. طب من هون معناته إذا طول ميم كاف يساوي مثلي، يعني بدي أضربها باثنين في جذر 34. نفس الإشي نجد طول نون لام، هذا المطلوب مني إني أجده. طب كيف بدي أوجده؟ كمان نفس المبدأ، أنا عندي هون موجودة معي النقطة نون وعندي هون النقطة عين، معناته بجد طول نجد طول مين عنا؟ نون عين. طيب كيف نوجده؟ نفس المبدأ على حسب قانون طول القطعة المستقيمة، طول القطعة مين؟ المستقيمة. يلا بسم الله. هسا من هون شو بدي أحكي؟ رح أحكي 2 ناقص 0 الكل تربيع، هيوتهم النقاط 2 سالب 3 و0 3، زائد اللي هو عنا -3 ناقص 3 الكل تربيع تحت الجذر، رح يساوي عندي هون 2 تربيع، 2 ناقص 0 2، زائد العددين حاملين نفس الإشارة، بجمع والإشارة نفسها، رح تساوي معي -6 تربيع وهون تربيع، رح يطلع معي عنا 4 زائد 6 تربيع، كم رح يطلع معي؟ 36 تساوي تحت الجذر، عنا 4 زائد 6 عنا هون 10، باليد 1 عنا هون رح يطلع معاي 40. إذا عنا طول نون عين كم بدي يساوي؟ جذر 40. طب طلع معي أنا عندي هون طول نون عين جذر 40، معناته أنا بقدر نجد طول نون لام بيساوي 2 في جذر 40، وانتهى الحل. هذا بالنسبة للفرع ألف.